نروح نشوف الصحف العالمية كمان والعناوين العالمية قالت إيه هنا معنا في المحترف. هنبدأ جولتنا في إنجلترا. مترو الإنجليزية طبعا الجريدة اللي كتبت هاري كين في أسبانيا، أكدت الصحيفة إن هاري كين مهاجم توتنهام هو الهدف الأبرز لريال مدريد لتعويض رحيل كريم بنزيما. جريدة ميرور الإنجليزية كتبت السيتي يحلم بالثلاثية، حال تتويج طبعا تتويجه بدوري أبطال أوروبا في النهائي المرتقب أمام إنتر ميلان. كمان الصحيفة اهتمت بأخبار انتقال هاري كين من توتنهام وكتبت جنون هاري. أسبانيا إيس الأسبانية تحديدا اهتمت بلحظة وداع كريم بنزيما لأرضية ملعب برنابيو وكتبت شكرا لك وإلى اللقاء. لسه في أسبانيا ماركا الأسبانية اللي اهتمت كمان برحيل كريم بنزيما وكتبت مفاجأة بنزيما يرحل من مدريد، وكتبت كذلك بنزيما يودع البرنابيو بعد 14 موسم بهدف من ركلة جزاء. أكدت صحيفة أن ريال مدريد بيحجز رقم 9 لهاري كين إذا وصل من خلال الانتقالات الصيفية. توتو سبورت اهتمت بمراسم تتويج طبعا نابولي بالدوري الإيطالي، دي صحيفة إيطالية، وطبعا بعد الفوز على سامدوريا تحدثت الصحيفة الإيطالية عن تسلم فريق نابولي للقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على سامدوريا 2-0 وكتبت نابولي ثلاثي الألوان. في إيطاليا لجازيتا ديلي سبورت الإيطالية اهتمت بطبعا العملاق إبراهيموفيتش وكتبت ليلة وداع ميلان واعتزال كرة القدم، وداع الملك إبرا يترك كرة القدم من السن 41 سنة. الحقيقة أنا تابعت الحقيقة هذه اللقطات واعتزال إبراهيموفيتش، الحقيقة بتتكلم على أسطورة، بتتكلم على لعيب مثير للجدل، لعيب من طراز رفيع، طراز خاص. يمكن السنتين اللي قعدهم في الميلان ما لعبش كتير لكن خبراته أول سنة وكسبوا طبعا السيريا بعد غياب الميلان سنوات طويلة، يمكن الإصابة حرمته شوية من بعض اللقاءات، ولكن كل الناس الموجودين في ميلان يعني سعداء جدا، كانوا سعداء جدا جدا بوجود إبراهيموفيتش. الحقيقة إبراهيموفيتش ودع الميلان بالبكاء، مش هو بس الحقيقة كمان الجماهير. العلاقة ما بين الجماهير وما بين إبراهيموفيتش يعني طبعا زي ما انتم شايفين لحظات صعبة جدا في تاريخ لاعب كرة القدم، وخاصة لما يكون أسطورة من أساطير كرة القدم زي إبراهيموفيتش. العلاقة ما بينه وبين الجماهير، الدموع دي يا جماعة صدقوني يعني بتكون قد إيه، بتبين حب الناس لهذا النجم الكبير، مثير للجدل، لعيب كبير أدى مشوار طويل وكتب اسمه من حروف من ذهب في قائمة أفضل لاعبي كرة القدم. هو التأثير كمان لحظة بتبقى صعبة جدا 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 على أي لاعب، وخاصة لما يوصل لهذه المرحلة من الاحترافية ويكون صعب جدا عليه أن يترك الملعب. لحظات دموع كانت موجودة في وداع إبراهيموفيتش العملاق، يعني عملاق الكرة العالمية. وإبراهيموفيتش طبعا كمان زي ما حضراتكم شايفين يعني هو مش قادر كمان يعني يمسك نفسه من البكاء ومن الحزن الشديد جدا، ولكن يبقى السؤال إلى أين إبراهيموفيتش؟ هل سيكون على المستوى الإداري؟ هل يتجه إبراهيموفيتش إلى المشوار كمدير فني ومدرب على مستوى كبير؟ دي علامة استفهام تطرح، ولكن إن شاء الله خلال الأيام والأسابيع القادمة سيعلن كمان إبراهيموفيتش على الوجهة القادمة وكارير جديد على مستوى الإدارة أو على مستوى التدريب، أو ممكن جدا يقول هو اكتفى بهذا القدر من كرة القدم ويبتعد تماما.